مرحبا. قرب موسم قطف الزيتون، ويقدر عدد أشجار الزيتون بلبنان ب 14 مليون شجرة، معظمها بشمال وجنوب لبنان، وبينتج لبنان نحو 3 طن من زيت الزيتون سنوياً، وبيتواجد على الأراضي اللبنانية 490 معصرة. بتشكل صادرات زيت الزيتون نحو 3.5% من مجمل الصناعة الزراعية. بالعودة إلى طقسنا، أجواء صيفية عادية مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة والرطوبة انخفضت، الهواء خفيف البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة 130 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة ليل الأربعاء الخميس. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 21، على المرتفعات 16 وبالبقاع 12، أما بالأرز ف9. ومننتقل إلى جولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية: 26 ببينو، شكة 30، المكلسة 30، الدورة 31 درجة، صور 29، بنت جبال 26، نبطية 24، تعنايل 27، بعلبك 28، والهرمل 32. أما رطوبة فبتتراوح بين 45 و75%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 20 أقصها 32، هالأربعة بتتراوح بين 20 و32، والخميس بين 19 و30. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. دمشق 32، القدس 26، تونس 35، برلين 24، وباريس 25. وهيدا كان كل شي. باي.